يوم على حكومة السودان منجزات يهددها تفكك تحالف إدارة الدولة. عاصفة الخلافات لا زالت تضرب بين الحين والآخر التحالف الذي تم تشكيله على عجالة. الإطار يرى نفسه من قرار المحكمة الاتحادية الذي أشعل فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل. الديمقراطي اتهم جهات داخل الإطار وراء هذا القرار، أما التنسيقي فلم يكن له من اسمه نصيب. فالخلافات الداخلية لا زالت مستمرة والتنسيق غائب بين العصائب ودولة القانون، رغم أن الإطار يحرص على ظهور جميع القيادات في الاجتماع، إلا الاجتماع الأخير فقد تغيب عنه المالكي واجتمع العامري والخزعلي قبل يومين. كان هذا الاجتماع رسالة عنوانها دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي. فكيف ستتأثر حكومة السودان التي أصبح ظهرها مكشوفة لقوى المعارضة وتيار صدري عاد من باب الجمعة بخلافات إدارة الدولة؟